قبل أن تقرأ القرآن ماذا تصنع؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى ولا تتدبر ولا تعمل به. فقبل أن تقرأ القرآن تقول أعوذ، يعني ألتجئ واعتصم بالله لا بغيره. من تستعيذ؟ من الشيطان. الشيطان المطرود من رحمة الله. الشيطان الذي يحارب بني آدم. فأنت قبل أن تقرأ القرآن تستعيذ بالله من الشيطان حتى تفهم تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وقبل أن تقرأ أي سورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أفتتح القراءة باسم الله سبحانه وتعالى. كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. تذكر بسم الله على الطعام لا يأكل معك الشيطان. عندما تدخل إلى بيتك تسمي الله يفر الشيطان.